الروتين اللي تحل العينين كافي فام. رجعنا لكم مرحبا بالناس كل يمكن تلتحقوا بينا تو في المتابعه. باش نحكيوا بعد شويه على طاقه المكان في كوان ديكو. باش يكون الكوان ديكو نتاعنا سبيسيال وفرحانه وانه تحضر معنا مدام عفيفه شقرون. مرحبا نهارك زين. اهلا وسهلا مرحبا بكم. نورتنا. يعيشك. ميرسي ميرسي على الاستضافه. يعيشك. اكيد باش نستفيدوا منك وباش نفيدوا زاده الساده المشاهدين باش يفهموا برشا حاجات في طاقه المكان من بعد شويه. خليكم معنا مقبل هذيك نصدعكم باش عملوا طلع على كوجينتنا. شيف خليل وين وصلت؟ راني توا قاعد نحضر في الكريب شوكولا بانان. نعاود نذكر باللي زانغريديون نتاعها خاطر برشا يتسالوا ديما شنو هي الغوسيت نتاع الكريب اللي ديما كل مره يعملوا غوسيت. 250 غرام فرينه، 4 كعبات عظم، 5 غرامات ملح، وزوز مغارف كبار نتاع سكر، و50 غرام زبده بيان سور تبدا ذايبه، و50 مليلتر حليب. 250 450 غرام مليلتر حليب. فوالا دونك نعاودو نذكروا لاسيوس نتاع الكريب. شدينا البات نتاعنا بارفيت اللي نحطوا العظم ونحطوا مع الزبده الذايبه والفرينه ونحركوهم مليح مليح، مش ما تعملنيش الكعابر من بعد. بعد نصبوا نبداو نتبعوا بشويه بشويه الحليب نتاعنا باش يجينا بات بارفيت. تخي بيان. يعطيك الصحة، نخليك دونك تحضر لنا كعبيت الكريب واحنا باش نمشيو للكوان ديكو. الفانك شوي هو اللي باش نحكيو عليه، طاقة المكان الكلاسيكي، الفانك شوي الكلاسيكي مع الخبيرة عفيفة شقرون. شو معناها تو دابور طاقة المكان؟ طاقة المكان هو طاقة المكان هو احنا خلينا نبسطوها شوي. واحنا عندنا بلايص، كلنا عندنا بلايص نحبوها نرتاحوا فيها وبلايص لا. واحنا كل واحد تلقاه يبدا يختار عنده بلايصه يبدا مرتاح فيها ويحوي معناها يحبذها على اخرى. صغيراتنا زاد كيف كيف تلقاهم انت تحطوا وتقول ولدي اقرا هوني، يقول لك لا نحبش نقرا لهنا، تلقاه يقرا في بلاصه اخرى. صحيح. دونك احنا عندنا بلايص هذوما اللي احنا نرتاحوا فيهم. انا هوني نحكيو داخل المنزل، كل واحد عنده الكوان نتاعو اللي هو يرتاح فيه. هذه حاجه احنا كنا نلاحظوها ونحسوها. فما حاجه اخرى اللي احنا نقولوا بلايص اللي هي تلقاها محليها فيها بركه وفيها نقولوا فيها فيها القسم وفيها معناها امورك محليها تبدا في الدار هذيك، نقولوا مبروكه ولا نقولوا ما شاء الله العتبه مبروكه ولا العتبه ولا محل فيه البركه. هذيا نحكيوا هنا على طاقه. دونك يسوفي تبدل من بلاصه لبلاصه ولا من دار لدار تحس انه فما برشا فرق. بورتون نفس العائله نفس العبيد نفس الواحد، مي تقول انت تغيرت حاجات بتغيير المكان اللي احنا معناها صرنا فيه. دونك هنا نحكيو على الطاقة. داكوغ، خاطر فما عباد اللي تحكي فيه انت ياخذوها على اساس معتقدات هكاكا، معناها حاجات اللي خذيناها على جدودنا، فهمت؟ مش انه فعليا فما طاقة. هو فعليا فما طاقة، احنا لاحظوها. دونك احنا لاحظوها وانا موجودة. وين انطلقت من تجربه شخصيه وقت اللي انا بدلت من دار لدار حسيت انه برشا حاجات تغيرت برغم اللي هو دار خير والكل، فما حاجات تبدلت. دونك هذاك هو ديما ما هذاك. وانا قلت على حبيت نلوج ونبحث فيه، لقيتو علم كامل اليوم يخدموا به معناها سواء في العالم كامل سواء في اسيا ولا في اوروبا ولا في امريكا اليوم انتشر. دونك اللي هو ظهر اللي هو قيمته واللي يعطينا برشا معناها برشا حلول اللي معناها اللي برشا حاجات نتسائلوها احنا ونلقاو لها الحل من خلال من الطاقه خلال هذه الطاقه. داكوغ. دونك احنا اليوم باش نحاولوا نفيدوا زاده الناس اللي قاعدين يتبعوا فينا بطريقه عمليه كيفاش ينجموا يستغلوا هالطاقه هذه. نبدا لك بسؤال مثلا، هل ترتيب المنزل نتاعي انا وديكور الدار والحاجات اللي عندي في الداخل فما طريقه معينه اللي ممكن تجلب لي سعاده اكثر من طريقه اخرى؟ اي بالضبط. خليني هو كعلم كما قلت لك كبير اليوم، ولاو يستعملوا فيه اكبر شركات واليوم يستعملوا فيه للمشاهير سواء في الفن ولا في الرياضه. كيف اليوم مباني كما لي تور اليوم نستعملوا في لي برانسيب دو فانك شوي دي سنتر كوميرسيو. دونك اليوم كما قلت لك عنده تاصيل معناها فيه تاصيل علمي، اما لكن في نفس الوقت فما برشا حاجات
ديت بسيطه نجمو ناخذوها ونستفيدوا منها. واليوم نلقاو برشا كيما قلت اليوم معني بعض النصائح باش نجم نفيدكم بهم اليوم اللي هما ما يخص الدار. دونك كل وحده تنجم فينا تنجم تعمل تغييرات بسيطه، نقول لها اعمل تغييرات بسيطه وباش تشوف النتائج اللي هما هامه ويعطيو بيان سور يعطيوك الراحه ويعطيوك الطاقه هذيك اللي تشعرك بالطاقه اللي يخليوك انت اكثر سعاده اكيد. تري بيان، هات نبداو بالترتيب نتاع المنزل، شنو النصائح اللي نجموا نقولوهم للي قاعدين يتبعوا فينا توا، الحاجات اللي تنجم تجلب لي سعاده اكثر وتخليني مرتاح نستغل هالطاقه هذيا اللي نجم تحصل عليها. هي موجوده برشا في مع موروثنا ماشي غريب علينا برشا حاجات ماشي غريب علينا. اولها هو انك باش نحكيو على انه البلاصه تكون فيها هواء يتجدد. شنو معناها؟ معناها احنا كل صباح كي نحلو الشباك نهويو ناخذوا هذيك هذيا ما يخلي الطاقه، احنا نحكيو لها الطاقه اللي هي تخليها تتجدد. دونك هذه من الحاجات اللي احنا تعودنا عليها واغلبنا نستعملوها معناها في ديارنا اليوم وهي بصفه اليه معناها احنا كي نقوموا صباحا نحلو الشباك والدنيا بصفه اليه. وهي حاجه مهمه برشا انك تخليك انت في بيئه صحيه نقولوا. دونك انت على قد ما تكون البيئه والهواء نظيف والهواء محليه معناها متجدد على قد ما نقولوا الطاقه تتجدد وتلقى روحك انت معني اكثر حيويه واكثر نشاط. هذه النقطه الاولى. دونك التهوئه. دونك التهوئه عندنا الاضاءه وماذا بها تكون الطبيعيه كيف نرجع حتى احنا في موروثنا عندنا الضويات ونلوجوا الاتجاهات وماذا بينا تكون كما نقولوا عندنا الشرقي والقبلي كنا هذايا احنا بنينا القديم كنا مركزين ياسر على الاضاءه حتى في ما نعرفش شنو يسميوه ماما تلقى اكل كيف شبابك هكا في السقف ولا الحاجات اللي تدخل الضويات والشمس كل واحد كيفاش يسميها والشمس وكل هذوما من مهمه انه يكون عندنا بلاصه اللي هي تكون ضاويه واهمها معناها اضاءه طبيعيه. نقطه اخرى هو المدخل. المدخل عندنا على قد ما يكون ضاوي مشره كما احنا نقولوا مشره سادون دو لينيرجي يعطيك انت ما قاعد تشوفوا في التصويرات دونك نفس البلاصه كي تبدا هي الالوان غامقه وكي تبدا تتبدل حتى انت لونتخي نتاعك المكان اللي تشعر معني انت تلقى روحك ماذا بيك اكثر فرحه. دونك هو تاثير نفسي يمكن من تغيير بركه تغيير الالوان هو يعطيك تاثير ايجابي. هذا من نقطه الحاجات اللي احنا نركزوا عليها. كما قلنا المدخل مهم برشا خاطر باش ندخلوا من الطاقه. دونك نكون حاولوا باش ما يكونش فما انكومبرمون ماذا بيه يكون المرتب ماذا بينا ما نخليوش معيقات تدخل معناها من المدخل. نحكيو على المدخل باب رئيسي كيما ينجم يكون باب رئيسي كيما ينجم يكون البلكون زاد مدخل ثانوي كيف على قد احنا ما يكون البلكون زاد كيف منظم ما يحب هذا اللي يكون فيه دي بلانت دي فلور دونك يعطيك انت يشعرك بكا بالفرحه. دونك هذايا ينجم حاجات هي القاعده هذي تحبها كريم انت عندي منها شويه اي فوالا هذيك علاش خزرت لك تول هنا يشعرك بالفرحه وبالانتعاش هكا ولا ريم معناها المشكله ماهيش مشكله مساحه حتى كان مساحه صغيره المهم نعرفوا كيفاش نزينوها ونستغلوها بالضبط هذا هو ان احنا فما دي بتي تروك اللي احنا معناها ساهلين وفي متناول كل واحد ينجم يعمل دي فلوغ وكل ويخلق من المكان حاجه اخرى. هذا من الحاجات اللي ناخذوا بهم دونك هما اساسيات. عندنا يبقى كي نحكيو على الدار نخلقوا فيها التوازن، كيفاش التوازن؟ دونك عندنا اماكن اللي هي باش تكون فيها للسكن وللراحه وفما اماكن اللي تتطلب ان انرجي باش نخدموا فيها سواء باش نخدموا فيها والا باش نقراو فيها ولا باش نتلمدوا فيها العائله. دونك باش حتى من ناحيه الالوان باش تتبدل كيما بيت النوم ماذا بها تكون الالوان مريحه معناها فاتحه اللي هي باش تخليك انت تحس بالراحه اللي هو العكس في تونس بيوت النوم يستعملوا اما بيت النوم كيما هذا ما يلزمش صغار لا فماش يضيعها بالتفتيش زيت بكل
اما يخليك انت على الاقل تصبح الصباح تلقى هكا الالوان هذه والنوار تتصور انت بالله بما انك خبيره في الطبخ هكا معناها العباد تطويق الصباح هكا تنجم كي تكون سعيد. شنو سعيد؟ شنو سعيد؟ ما نقومش انا غحت مخرجش خرج من بيتك. على عكس اللي يقولوا مثلا البيت كما يقولوا الناش غرفه الاستقبال ولا البيرو اللي باش نخدموا فيه باش نستعملوا الوان اخرى مختلفه. هذا في ديارنا هكا نعملوا ولا في الخدمه؟ اللي تحب انت. انت وين بيروك كانوا في الدار بيرويا في التليفون بتي كوان كلك سوار او اللون بلاسمون كلك سوار حتى صغير احنا المهم احنا من المكان نخلقوا منه حاجه اخرى دونك بتي توش ولا مرتب بلاصه تعطيك فرق واضح معناها. هذا بالنسبه للاستعمال الالوان وخلق التوازن. على ذكر المكاتب صحيح انه في نفس الاطار نتاع الطاقه يقول لك باش الطاقه اللي عندك خاصه كيما احنا اللي الخدمه نتاعنا يصير في الدار وما عندناش ان بيغو اسونسيلمون اللي نمشيو له وانه تخصص ان كوان في الدار نتاعك يكون تقول هذا بيرويا هذا اللي باش نقعد نخدم فيه وهو اللي تخلي كل الطاقه تتجمع فيه هو صحيحه. هو احنا من الاحسن هو انه يكون سيباري على بيت النوم مختلفين. في الكوام تاع البيرو نتاعك تنجم تخلق الوان اللي هي تنجم تنشط محفزه احنا خاطر الالوان زاد فيها طاقه دونك الالوان ما يحبذا تكون محفزه كيما مثلا نستعملوا الاصفر نستعملوا دي كولور اللي هي تتماشى مع المعنيه النشاط اللي باش نعملوه دونك هذا هو من الاحسن يكون سيباري على البيت النوم. فوالا هذا بالنسبه للتوازن وخلق التوازن. نقطه اللي هي نحكيوا على العطور ولا البخور الريحه البنينه نحبوا البخور انا محليه قداش احنا نقولوا والله محليه الريحه قداش تفرجنا قداش انت قلت غنى في عاداتنا وتقاليدنا معني قبل ما فماش لي بارفان دومبيونس وكل فما لي ليسونسييل احنا توا ولا موجود كل واحد كيفاش يحب ليسونسييل كون تدخل البلاصه تقول والله ريحه محليه انت تنشرح حتى من غير ما تشعر حتى من غير ما تشعر. هذه بالنسبه للروائح. عندنا حاجه اخرى هي استعمال الشموع دونك دو طونز ان طون علاش لا ما نخلقوش كي الامبيونس اللي فيها تبدا تكون رومانسيه شويه دفء. والنقطه الاخيره هي احنا كيش نستعملوا كوم دي تابلو ودي فوتو في ديارنا دونك كيما هكا هذيا باش يخلق تخيل انت راقد في الفرش وتحت من وفوق منك هابط اعاصير ولا لطفانين معناها هذوما حاجات اللي احنا ماذا بينا هذوما حاجات غالطين معناها لازم نردوا بالنا بالله. يقولوا زاد حتى المرايه كيف كيف في غرفه النوم مش حاجه تعطي طاقه سلبيه ماذا بيه ما يكونش مقابل قد الفرش اللي ترقد عليه داكو عند راسو كوتي لا حتى عند راسو كيف كيف بجنب هكا بمقلو المهم اي غفلت با انت راقد هذه هي الحاجه وانه الفرش يبدا مقابل الباب ولا مقابل بورت فينيت مقابل الباب ما يحبذ انه ما يكونش قدام الباب قد ماذا به يكون على جنب ما يكونش بك ديريكتومون تحل الباب تلقاها لاح. يقولوا انك كي ترقد انت ما تلقاش روحك الصباح اون فورم كما يقولوا اي حاجه تنقص منك الطاقه ولا هذا هي من الحاجات اللي احنا معناها مقابل شباك مقابل بورت فينيت ما يقلقش تحت الشباك لا زاد كيف كيف من الحاجات اللي احنا نتجنبوها ماهوش تحت الشباك وماهوش مقابل ديريكتومون الباب هذا من الحاجات مقابل الشباك مقابل شباك وي مش مشكل اي مش مشكله اما المهم راسك مش تحت الشباك مش تحت الشباك دولي مش تحت الشباك فوالا هذه انا كنت عامله غلطه كبيره مقابل الباب وتحت الشباك زوز دوبل وكيف تعرف بدلت كيفاش كنت تصبح الصباح اللي هو ديما نصبح نفس الطريقه مش تغيير شويه لحق الفتره الاولانيه اي اما ريت توا صعب باهي دونك هذوما الحاجات اللي ايفيتي شو اخر نجمو نقولوا كهو جوست كمان دونك بالنسبه للي تابلو لي بيبلو لي بيبلو ديما نحاولوا باش نختاروا كلي بيبلو نتاعنا اللي تذكرنا باللي ماما باهيين لي سوفينير نحاولوا باش نشوفوهم لي تابلو ذا يكونوا فيهم دي ميساج بوزيتيف هذا باش معناها احنا ذا الكل باش نلقاو رواحنا في ديارنا ولا في خدمنا على الاقل نحسوا كمان نخلقوا لي ماما دو بونور هذا هو دونك يعطيك الصحه شكرا ليك مدى
مدام عفيفة شقلون خبيرة الفانك شوي اللي هو طاقة المكين. إن شاء الله نكون نفعناكم بعض هالنصايح هذية، مهم برشا وأنه تكون علاقتنا بالمكين اللي احنا فيه علاقة مميزة ونحبوه ونزينوها دارنا وناخذوا بالنصايح هذوما مهما كان المسألة، ماهيش مسألة إمكانيات وإلا فلوس ولا ديكوراسيون، قوية برشا أكثر منها بعض الأفكار الجميلة. أنت لبنى عندك فكرة ديجا على الفانك شوي؟ أي نسمع بعض بالفرنسي ننطقوا شوية خاطر معناتها نحس اللي فما برشا ناس تبع قاعدة توا، فما ينفاق الكلها تبع وبرشا ناس خاصة في الكونفينمون عاودوا راجعوا كيفاش ديارهم، كيفاش يخلقوا منهم مكان آمن، مكان يحسس بالحرية حتى ولو كنا محصولين في كونفينمون. دونك برشا ناس راجعت لينيرجي في ديارهم. أما نحبها أنا، نحب التابلو هذاك لا فاغ، بس هذا تابلو دامبانترو جابوني معروف برشا، بتتخ اي مش فوق راسي او تحطه في الساله ولا تحطه في بلاصه اخرى، مش على جنب خاطر هو يكون خاطر في متاحف تو ماهوش في ماهوش ديسبونيبل. اي بابا بالنسبه للطقره مش حاجه مش فوق راسك، مش فوق راسي. يعطيك الصحه، شكرا ليك، ميرسي بوكو. باش نمشيو مع لبنى السيدي بعد شويه في الفقره بتاعها. على شو باش تحكي لنا لبنى؟ باش نحكيو على البودكاست وباش التوندونس الجديده تاع البودكاست اللي هي توندونس عالميه جديده، بون ما عادش جديده برشا، يلزمنا نحن التوانسه نقلتوا. دونك تو نحكي لكم برشا دي ديتاي، وزيد عندكم هدايا من عندي. واو صح علينا. نعملوا طلع على شيف خليل. اي شيف وينك؟ قاعد نحضر في الدريساج نتاعي. انا كملت لي كريب نتاعي، كملت طاجين مرقز نتاعي، كملت البروسكيت نتاعي، دونك قاعد نزين ونعم في الفينيسيون محليهم لصحنا وسكاخ، نزين فوقهم هكا. عندك سيرفيس دو تابل هايل برشا من عند اوسكار ديستريبيوشن. نذكروا انه عند اوسكار ديستريبيوشن تنجموا تلقاو كل ما يهم تجهيز المنزل، من باتري دو كويزين، من ميناجير، بالسيرفيس دو تابل نتاع الماء نتاع الطين نتاع القهوه، كل شيء موجود. وزيد عندكم بوسيبيليتي نتاع تقسيط على 11 شهر ويجيكم وين ما كنتوا في الجمهوريه التونسيه. به لبنى الوغ البودكاست. الوغ لبنى اليوم مش نحكي لكم على لي بودكاست. يظهر لي في مجالكم الاعلامي واللي انا جديد عليه. تعرفوا لي فما لي بودكاست يتعداو خاصه في الماده الاذاعيه، هما يعاودوا بهم الحلقات حتى جست نفهموا العباد قاعدين يتفرجوا فينا على شنو نحكيوا. لي بودكاست مثلا كي يبدا تفرج تسمع في الراديو، من بعد ترجع تدخل على الموقع نتاع اي اذاعه باش تلقى التسجيلات الكل نتاع البرامج موجودين، وتنجموا تعاودوا تسمعوهم في اي وقت. فما توندونس عالميه جديده في المجال هذا، البودكاست ما عادش مربوط بالاذاعات كاو. هو اساسا مش مربوط بالاذاعات، لانه البودكاست شو هو؟ محتوى فيديو رقمي نسمعه وقت ما نحبه فين ما نحبه، ونحملوه زاده ونجمو نهبطوه بطريقه مباشره وقانونية. ما فيهش معناتها دي ريستريكسيون كيف ما الستريمينغ ولا لي بلاتفورم اللي هما ماهوماش برشا قانونيين. الحاجة اللي لازم نزيد نعرفوها انه البودكاست اليوم أداة، هو معناتها حاجة ولات ديموكراتيزي في العالم الكل، وتطورت برشا في انجلترا في يعني جات على طريق ان ارتيكل بالصدفه. فما صحافي في ذا جواردين وقت اللي يحكي في الارتيكل نتاعو في 2004 حكى على الايباد وحكى على البرودكاستينغ، على البث والتقنيه الايباد الجديده اللي خرجت مع ابل. ووقتها جمع الكلمتين في بودكاست باش يحكي على طريقه الاستعمال من غادي، وفي ساعه ابل فطنوا بالحكايه، فطنوا اللي فما ان كونسيبت يلزم يخدموا عليه. ووقتها خرجوها في الايتونز نتاعهم اللي نلقاوها الكل الابلكاسيون في تليفوناتنا. وبدأت في 2005 البودكاست كمفهوم خلق محتوى ديجيتال ومسموع. وقتها في 2005 كان فما في ايتونز 3000 بودكاست أكاهو، واليوم في العالم أجمع
نحكيه على ملايين باش ما نقولش مليارات البودكاست. تلقاو زادة دي بلاتفورم يحكيو على أهم البودكاست كيما بودماست مثلا، تمشيو تلقاو يحكيو لك البودكاست هذوما الناس ينجموا يكونوا مختصين مختصات وإلا ناس عاديين يبرتجيوا حياتهم حكاياتهم، يعني التنوع كبير ياسر في المحتوى، يعملوا دي شين كيما واحد عنده شين يوتيوب متاعه هو يبدأ عنده ما شنو تسمى معناها شين البودكاست متاعه يما يهبط فيها خدمته وإلا كيما قلت أنت يقاسم حياته مع الناس، يقاسم حياته مع الناس، يحكي على مواضيع معينة، يحكي تجارب، يحكي على تاريخ، فما مواضيع متعددة. دونك كي ندخلوا للبودكاست وين موجودين حين نقول قايل نلقاو مع لي بلاتفورم الكل، ساوند كلاود معاش كي نجم ونسميه ومعطى جوجل أبس الكل معطى ريت وين تنجم تسمع محتوى مسموع معطى غني تلقى زادة محتوى بودكاست وتنجم برشا عباد نشوفوهم حاطين ليزيكوتور نتاعهم والكاسك نتاعهم نجم يكونوا يسمعوا في مش شرط معناها يسمعوا في موسيقى في موسيقى. دونك انا نعرفوا انه فما شباب ولا يعمل حتى في برامج كاملين يتعاملوا ماهمش مختصين مش مجالهم ولكن يعملوا في برامج كاملة على البلاتفورم هذو. وباش نحكي لكم البنات زادة قداش ولا البودكاست كتقنية معناتها مهم برشا حتى في عالم السياسة في أمريكا الأوبينيون بوبليك قبل حتى الانتخابات وفي خضم الحملات الانتخابية أكثر تأثير يجي عليها ونحكي فيها البارح مع صديقي حسام حجلاوي اللي هو زاد عمل بودكاست اسمه فيناتوريا بونتين تو نحكيو عليه. قالي فصالي كيفاش قداش هما لي كانديدا لي كانديدات قبل ما يعملوا كل شيء ريت حتى الصحافه المكتوبه والمرئيه والمسموعه والسي ان ان والكل لي يمشيوا قبل يشوفوا لي بودكاست انفلوان ويشوفوا لا توندونس خاطر الناس تبعهم بالملايين وساعات كيما حكي لي حسام توصل نسب المشاهده وانا بدي شفت خاطر عملت برشا ريشيرش عليهم واكتشفت عالم موندو اخر توصل نسب المشاهده قد نسب مشاهده نتاع دي شين تيلي دي راديو الكلهم جمعين مع بعضهم ساعات بودكاست يوصل يحقق. حبيت نمشي بكم لتونس اش فما في تونس عندنا دي بودكاست اليوم فما اون بلاتفورم اسمها تونيزي بودكاست ونحيي زميلتكم وصديقتي راوية خضر اللي عملت هالبلاتفورم هذية وفيها دو سيري دو بودكاست مهمين خدمة نظيفة اللي يحكي على المهن المختلفة واللي فيهم إضافة وفما ان بودكاست اسمه ما في ان في اف معناتها يحب يقول اون فيرسيون فرونسيز واللي خدمته مع لانستيتو فرونسي باش يحكيوا على تجارب حول الفرنكوفونيه. فما بودكاست مهم برشا اسمه القرد المغرور بالدارجة هو الهيثم القاسمي أنا اكتشفته على طريق حسام حجلاوي البارح ونشكره برشا وكان لي بالحق اكتشاف عظيم يبسط مفاهيم سياسية ايديولوجية اقتصادية وين القاوه تو معناها واحد يعمل شنو نعمل ريشيرش تمشي ساوند كلاود تعمل ريشيرش تلقى القرد المغرور لي سيري الكل لي سيزون الكل فما الهيثم القاسمي فما انا يقظ جمعيه انا يقظ عملت البودكاست نتاعها اللي من بعد زاد طورت فيه ونحييهم ونهنيهم على 10 سنين خدمه خدمه اشغني وقويه توا ولات عندهم اذاعه اي واتش ولكن تصورهم ايفون غاردي التقنيه نتاع نتاع البودكاست حسام حجلاوي افيك فيناتوريا توكس واللي عطى عمل كلكوز ايبيزود وان شاء الله يرجع خاطر مهم برشا المحتوى نتاعو فما ليلى بن قاسم اللي عملت بلو فيش بودكاست وبطريقة ضامرة برشا ليلى هي معناتها تخدم برشا على الصناعة التقليدية وترويجها لبرا حبت تتقاسم معنا حكايات حول المهن نتاع الحرف وإلا حول مصير صناعة تقليدية فما بودكاست اسمه نحب نصدر تحكي لنا فيه على رحلة طرد فيه منتوج كيفاش يمشي من تونس حتى لين يخلط وبتتخ يرجع ويعاود يمشي تحكينا الحكاية الكل باش نفهموا بها هذه الكل باش نفسر لنا الواقع صعوبات التصدير لشكون نمشي وكيفاش نعملوا اتسيتيرا يعني شنو نحب فما اقبال على بودكاست في تونس توينسا بداو يستانسوا بالكونسيبت الجديد بداو يستانسوا خاصة جينيراسيون جديدة برشا منهم راو كيتراهم بالحق يسمعوا ماذا بيكم حتى كأولياء والدين تشوفوا شنو يسمعوا كبودكاست على خاطر مؤثرين برشا يتعداوا بالصوت
صوت مع يغزيوا الفكر متاعنا وينجموا يأثروا فينا. حبيت زادة في الخدمة هذا نقول راهو وسيلة سهلة برشا للناس اللي تحب تبارتاجي كونتوني، خاصة محتوى فيه خدمة ولا فيه ريشيرش، وينجم يكون زادة ناس ما عندهاش المتخيز متاع الأدوات الرقمية التليفون كهو، نجم نعمل احسن دي بودكاست بصوت بحكايه. وليكم انتم ان كادو. ايوا خاطر انا سمعت فما اشاعه باش تجيب لنا كادويت لبنى السعيد لبنات اكزاكتومون. ليكم انتم وفات فما دي بودكاست اخترت حسب شكون يحب شنو. بون نعيمه مش هوني اما حبيت نهدي لها بودكاست شيفون دو فاليري تريب اللي هي تحكي برشا على التوندونس والموضه والفري بول فينتاج، دونك باش تلقى شيخة كبيرة. الريم حمروني فما بودكاست مهم برشا يحكي على الثقافة والإكسبريسيون أرتستيك بتنوعها، اسمه The Start متاع The Guardian. الزينة زادة اسمه فما بودكاست مهم برشا اسمه The Fact Check. يدقوا على النطاق العالمي على النطاق العالمي. وكيف كيف زادة ما نسيتش عبدو خاطر فما بودكاست ياسر مزيان اسمه أوتو أون أمبورت ليستواغ، يحكي على دي بيرسوناج تاريخيين وتأثيرهم في العالم. وليك انت عفاف سبيسيال ديديكاس ان بودكاست اسمه لابوجوت، والإبيزود الرابع متاعو يحكي على الفواياج انتر ميغيفي. جيم اي جو فاليد تبدا تنسمعوا انا وبنتي. اي ميرسي بوكو لبنى سعيد، يعطيك الصحه على المعلومات هذه الكل. باش نمشيو لفقره اخرى، فقره في بالك اللي كل مره نطرقوا الموضوع ونحاولوا نبسطوه ونعطيكم معلومات اضافيه عليه. اليوم نحكي لكم على عالم، هو عالم وقطاع مهم برشا، قطاع الفريب. دونك باش نحكيو عليه وناخذوا برشا معلومات في وقت قصير. نتفرجوا مع بعضنا الفيتير هذه بامضاء معاده البرنامج من المجري. الفريب او تجاره الملابس المستعمله وقتاش بدات في تونس؟ شكون الدول اللي نستوردوا من عندها الفريب؟ شكون الدول اللي نصدروا لها؟ بالة الفريب باش توصل للشاري، شنو المراحل اللي تتعدى بهم؟ ما تعرفش ملي اجي نقولك. في بالك انه تجاره الملابس المستعمله بدات في تونس من قبل الاستقلال، وبالتحديد عام 1944، واليوم ولا فما قرابه 54 شركه تعمل في المجال هذا برقم معاملات يقدر ب 300 مليار في العام. في بالك انه القطاع هذا اللي خدم في اكثر من 200 الف عائله، ورغم صدور قانون ينظمه من عام 1995 الا انه قطاع غير مهيكل، لانه فما برشا ناس يخدموا بصوره غير قانونيه ويوردوا في كميات كبيره من الفريب على طريق التهريب تتقدر ب 150 الف طن في العام. في بالك انه تونس تستورد الملابس المستعمله من اوروبا، الولايات المتحده الامريكيه، كندا، وترجع تضخ 20% من الكميات المستورده في السوق التونسيه وتصدر الباقي لافريقيا، اوروبا واسيا. في بالك علاش ديما بيع الفريب يوصي بربي يا مدام كان باش ترجع القطعه ما تغسلهاش؟ على خاطر الملابس هذه خاضعه لتعقيم بالغاز المطهر وغسل وفارس في معامل مختصه. في بالك انه الملابس هذه زاده تجي معاها شهاده صحيه تثبت انها خاليه من الميكروبات الممرضه، وشهاده الشراء، وبطاقه تعريفيه بتاجر الجمله والشراء المهنية، هذا بطبيعة قبل ما تدخل للأسواق المحلية. في الأخير صحيح الفريب يعاون على مجابهة غلاء الملابس الجديدة، أما لازم ترشيد الشراءات باش نستحفظوا على مكتوبنا ونستحفظوا على بيئة سليمة، خاصة أنه قطاع صنع الملابس في العالم هو ثاني قطاع ملوث للبيئة بعد قطاع استخراج النفط والبترول. قلنا لكم راهو عالم قطاع الفريب، قطاع حيوي برشا ريم. شو قطاع حيوي؟ قطاع مصيري. مصيري وجودي. طيبة بي. لينحيه. في بالك على تونس كله. في بالك أنا المجري خدمتني خدمة العمر بالتقرير هذا أنا. كيفاش؟ عطتني برشا معلومات أنا. أيوة. في بالك يا من المجري معدة البرنامج حاشي بيك بعد. طيب يعني انتو كانت تطور برشا، رح نحكي على الابليكاسيون وكله على الديجيتال، توا ولا موجود زيد حتى على عالم الديجيتال. خليني رحب بضيفتي الأستاذة نيديا القفسي، الأستاذة المحامية. مرحبا بيك. عسلمة. أهلا وسهلا. نهارك زين. يعيشك ربي يخليك. يعيشك. دونك باش نحكيه اليوم على الخطبة. اي نعم، الخطبة ماهيش مسألة نسيبك هيك في الهواء، فما قانون زيدة في الخطبة.
في فقرة الفصل الأول. دونك كما قلنا لكم الخطبة ماهيش مصيبة، الخطبة فيها جوانب قانونية يمكن تغيب على العديد فينا ما نعرفوش، وأنه راهو فما تم تنظيمها. باش نتعرفوا مع الأستاذة نادية القفصي على التفاصيل هذه. كلنا نعرفوا أنه الزواج والطلاق هو اللي فيه الجانب القانوني واللي نظمتهم مجلة الأحوال الشخصية، نفس الشيء بالنسبة للخطبة؟ نعم الحمد لله احنا ديما عنا نرجع لمجلة الأحوال الشخصية اللي هي مكسب كبير للنساء التوانسة. مجلة الأحوال الشخصية نظمت كما نظمت الطلاق الزواج والطلاق، نظمت احنا نقولوا الخطبة استلاحا، مش الخطبة، الخطبة بكسر الخاء، اللي هي المرحلة اللي تجي قبل الزواج اللي يتعرفوا فيها الأطراف على بعضهم، ومن بعد إذا كان معناها فما اتفاق وتوافق في الطبيعة يتم الزواج، إذا كان ما فماش يتم فسخ الخطبة هذه. الفصل الأول والفصل الثاني هما اللي نظموا الخطبة في القانون. داكو باش نسألك أنا على الفصول، دونك الفصل الأول الفصل الثاني. الفصل الأول الفصل الثاني. إي نعم، الفصل الأولاني اللي هو يعرف شنو هو الخطبة اللي هي الوعد بالزواج والمواعدة به، يعني راجل يوعد المرأة باش يتزوج بها وكيف كيف المرأة تكون موافقة، فما القبول وفما الإيجاب، ولكن الفصل الأولاني يبين انه الخطبه ماهيش زواج، يعني الاثار القانونيه نتاع الخطبه ماهيش الاثار القانونيه نتاع الزواج، مختلف معقول جدا معناها. وما تنجمش المراه توعد بالخطبه؟ توعد تنجم توعد أي. مش توافق وكها لا توعد بالخطبه زيدة. وداير الفصل الثاني تم تنقيحه عام 93 اللي هو خطوه اخرى في المساواه، تو انت قلت المراه اللي تنوع اللي فما مساواه بين المراه والراجل. الفصل الثاني ما نعرفش سي بون اما فما هي خطوه باهيه في في تكريس المساواه. ممكن نحكيو على مساواه الحقيقه معناها، دونك هوني نجم زاد المراه هي اللي كانت سبب في الفسخه في انه يصير يتم فسخ الخطبه هذه. هو الفصل الثاني يحكي على الهدايا. أنا جايين يا أخي، هو هذاك لب الموضوع حتى الراجل يطلب باش تسترجع المرأة زادة تطلب باش تسترجع. صاوري وذوكم مالا وجوابتي وجوابتي وتوزعوني مع أختي صاوري وجوابتي ومشاعري وأحاسيسي وأسماء ضرر معنوي. كيما الراجل يتودد للمرأة يهدي لها، فما هدايا وفما عطايا وفما طرق التواصل بيناتهم باش يبين الموده والمحبه نتاعو، المراه زاده تهدي. فصل الثاني من القانون من مجله الاحوال الشخصيه وقت ما تم تنقيحه عام 93 مكن حتى المراه انها تطالب باسترجاع الهدايا اللي قدمتها. باهي تزيدوا نوضحوها اكثر ونعطيو اكثر معلومات للي يتبعوا فينا. دونك تفسخت الخطبه، تعاركوا ما تفهموش، واحد منهم مشى قدم قضيه لاسترجاع الهدايا نتاعو. اعطيني بعض التفاصيل القانونيه وشنو اللي يضمنوا القانون باش الناس اللي قادمه على خطبه، ما نحبش نقول انا واحد يقرا حسابه، يقرا حسابه في الدنيا هذه. يقراوا حسابهم، يبداوا عندهم فكره اكثر على شنو ينجم يحميهم القانون فين ناحيه بالضبط. هو ساعه نرجعوا احنا لتعريف الخطبه اللي هي الخطبه ماهيش الزاميه، يعني اتمام الزواج مش الزامي. مش الزامي. إذا كان ما تمكنوش من الاتفاق من بعد أي واحد منهم باش يفسخ الخطبة لأي سبب من الأسباب، اللي يتسمى هذه نقول في القانون متاعنا في القانون التونسي، يتسمى نقول لأي سبب مهما كان السبب. داكوغ. يخول القانون، يخول أي طرف تعرض لفسخ الخطبة، معناها المرأة إذا كان هي اللي تسلط عليها الفعل هذه من حقها أنها تقوم قدام القضاء لطلب استرجاع الهدايا. سيغتينمون اذا كان فما هدايا، ولكن ايضا للتعويض على الضرر المعنوي. المعنوي خطبه تقعد سنوات. وي وصارت الحقيقه هون، احنا راهو مش باش نعملوا ديسكور فيمينيست، ولكن صارت في السنين الاخرانيه الظاهره هذه ولات تتعاود، وانه راجل يخطب امراه يقعد معاها سنوات ويبداو زعما تصرف تبني معاه تزهز معاه ما تخليه ما تهدي، ومن بعد يهز روحه ويمشي.
صارت هذه صارت والقانون نظمها. ولو انه حتى في القانون ساعات يسكت المشرع في بعض الوضعيات اللي ما يبينهاش، ولكن القضاء فقه القضاء هو اللي يرقى الحلول ويرقى المخارج للوضعيات هذه. بالنسبه توا اذا كان المراه ولا الراجل في الحالتين ينجم، حتى المراه ينجم المراه تكون مخطوبه وتوعد الراجل انها باش تتزوج بيه وتقعد سنوات والراجل يصرف ويدلل ويهدي ويخلص ضرر هذيك، لانه مش حتى ماتريال معناها، فما ضرر نفسي وفما العمر اللي قاعد يمشي. ما يغزروش كان الناحيه الماديه، فما عمر كسوى المراه ولا الراجل عمر الناحيه الماديه. نتصور وانه في القانون سهل لزوموا تحديدها والا المقاضاه حولها، لكن الناحيه المعنويه كيفاش؟ زيد فسر لنا الناحيه المعنويه. اللجوء للقضاء وقت اللي الشخص يكون تضرر من فسخ الخطبه هذه يتوجه القضاء. فما اشكاليات صغيره اللي الحمد لله القضاء تواصل انه يحلها. انت يلزمك توا باش تطلب التعويض لازمك تثبت الضرر، لازم يكون فما علاقه سببيه بين الضرر وبين التعويض على الضرر هذايا. بالنسبه لاسترجاع مثلا الهدايا، لازمك تكون انت تثبت اللي انت قدمت هدايا، تجيش بالكلام تقول اعطيتك واعطيتك من غير اثباتات. وعبء الاثبات في الحاله هذه محمول على الشخص اللي يدعي انه اعطاها ولا هدى ولا ود ولا شرى. وبالنسبة للتعويض على الضرر المعنوي اللاحق بالشخص اللي تفسخت الخطبة بنقول من الطرف الآخر، هذا يرجع الفقه يرجع للقضاء والاجتهاد القضاة الأصل اللي هم يقدروا قديش المدة اللي قاعدوا فيها مع بعضهم، شنو الخسائر اللي تنجم تكون، شنو التأثيرات السلبية. امرأة عمرها 20 سنة ومرأة عمرها 30 و40 وحسب الفترة زيدة قديش المدة. أستاذة نحب نزيد ندقق معك في حاجة فيما يخص الإثباتات، كي باش تهدي هدية أنت الخطيب نتاعك ولا كيفاش تاخذ عليه رسو فاتورات، شنو هما المؤيدات؟ مش تاخذ عليه رسو، أنت باش تستحفظ إذا كان باش توا احنا توا حتى المعاملات التجارية في القانون نتاعنا كلها موثقة بفاتورات. أنت بطبيعة الحال وقت ما باش تتواجه باش تشري أي حاجة باش تاخذ فاتوره عندك باش تستحفظ عليها لاي سبب كان. مش بضروره معناها شخص باش تهدي له باش تعطيه فاتوره، ولكن انت تكون مستحفظ على فاتورتك ولا صحح لك في ورقه مثلا. هو هذايا راهو احنا العلاقه الزوجيه اللي باش تبدا بك الفتره التمهيديه نتاع الخطبه تفترض انه فما حسن النيه وفما سوء النيه. وي معناها صعيب نقول استثناء انا اذا كان الشخص باش يدخل في علاقه اللي باش توصل لزواج وعائله وصغار وتكون يسبق سوء النيه. ما يسبقش زيد ايش نقول لك، ما دام المشرع قرا لهم حسابهم سيكو صاروا بوكوتكا بطبيعه الحال. شنو ما نحب نسالك، قاعدين يجيو برشا قضايا من النوع هذايا، وشكون اكثر المراه تجي تشكي الراجل يجي يشكي؟ عادة معناها الأكثر القضايا اللي تجي هي المرأة، الراجل الراجل هو اللي يطلب الهدايا، لأنه وقت تطرح إشكالية وقت اللي الهدية تكون عندها معناها قيمة كبيرة كما مصوغ مثلا ولا كراهب ولا فلوس كبيرة ولا ويحكم أنه يرجعهم بطبيعة الحاجة، أنه هدايا كله إثراء بدون سبب وهداهم لك جست. فما معناها اون ديفيرونس بين الهدايا اللي تتعطى في وقت الخطبه والهدايا اللي تتعطى من بعد عقد الزواج. وقت باش نمشيو للفصل الاخر هو فصل 28 اللي ينظم الهدايا اللي تتعطى في عقد الزواج بعد عقد الزواج، ويفرق بين الهدايا اللي قبل الدخول واللي بعد الدخول. لانه بعد الدخول تدخل في الذمه الماليه نتاع المراه معناها نتاعك تطلب بها. قبل الزواج يعني قبل الدخول مش الزواج، بعد عقد الزواج وقبل الدخول وقتها ينجم يسترجع، ولكن ما بقي من الهدايا فما هدايا اللي هي كونسومابل تستهلكها ما تنجمش ترجعها اللي يقعد منها. لا ما تنجمش ما تنجمش ترجع تنجم نفلحوا باغ كونتخ في الخطبه قيمتها تنجم ترجعها. نجم يطالب حتى بقيمه معناها قيمه الحاجه مكياج حاجات هكاك مستعملها. نعم لانه بالنسبه للقانون وبالنسبه للمشرع انه يكون من عندك انت خلفت هو وعد وانت خلفت الوعد
تتحمل مسؤولية. تتحمل مسؤولية. وي واضح. شكرا لك أستاذة نادية القفصي. فمش حاجة ما قلتيش تحب نقفلوا بها الموضوع هذا؟ ربما بعض الوضعيات الاستثنائية، مثلا لا قدر الله خطيب يتوفى ولا الخطيبة تتوفى، فما بعض الوضعيات اللي العائلة العائلة تطالب تطالب في إطار قضايا بما تم تمكينه للخطيبة من هدايا، ويمشيوا للقضاء ويجب إثبات اللي معناها اللي تم تسليم الهدايا هذه، فما خاصة كتبدا قيمة غالية، يعني قيمة كبيرة شوي. الحاجات اللي ماهيش ما يمشيوش عليها قضية، واحنا توا أثقلنا كاهل القضاء بالقضايا مش على دابوزا بارفاج، يمشي يمشي على حاجات مهمة، حاجات عندها قيمة وعندها أهمية كبيرة، نشكون حتى حاجات رمزية ولكن عندها أهمية للعائلة. ساعات خاتم يكون متوارث من 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 جدة للأم للخطيبة، وقت اللي تم فسخ الخطبة باش ترجع، لأنه عنده أهمية رمزية ولا أهمية معنوية للعائلة هذيك. عندك سؤال لبنى؟ أنا عندي سؤال. كيما في الزواج والطلاق، ساعات واحد من الطرفين يقول مانيش مطلق برا، أنت برا طلق على روحك، اسكو فما منها هذيا في الخطبة؟ مانيش يصر معناها ليش في تونس حد ما يحب يطلق وما يطلقش؟ الحمد لله في قانون. اي ما ينجم في الجلسات الاولى هو يكون رافض، يقول ما نحبش نطلق. رفضه ايقاع الطلاق ما يسمحلوش انه ما يطلقش. تعبير عن الرفض عنده تبعات ويترتب عليه حاجات، انك تطلب غرامتك، اما مش معناها انك انت تخلي الشخص هذاك في رابطه زوجيه هو مش هو رافضها. نفس الشيء الزواج اللي هو عنده صبغه الزاميه، الخطبه ما عنديش صبغه الزاميه، معناها وقت ما يوفى المكتوب ولا وقت ما ينعدم التفاهم ما عادش فما مجال انه يقعدوا مع بعضهم. يعطيك الصحه. شكرا لك استاذه نادية القفصي. دونك حبينا موضوع اللي يمكن ماهوش متداول برشا نحكيوا فيه في فقرة اليوم من الفصل الأول. زيدا قلنا وأنه كل مرة باش نقدم لكم كتاب في دقيقة، نعطيكم فكرة على بعض الإصدارات. نشوفوا الكتاب نتاعنا اليوم في فقرة كتاب في دقيقة. في كتاب في دقيقة اليوم نحكيه على الرواية الجديدة لسامي مقدم باللغة الفرنسية، Il était deux fois le petit prince، رواية دور حول زوز شخصيات كنزة وكريم اللي يعيشوا برشا أحداث ومواقف. رواية بين زوز أماكن، باريس وتونس، وبالتحديد ضاحية المرسى. رواية مثيرة ومشوقة وتتسارع فيها الأحداث وهي جديرة بالمطالعة. كانت هذه الاختيار متاعنا بالنسبة لليوم. نشكركم بنات، ميرسي رامروم، ميرسي لبنى السعيدي. احنا فاصل صغير وباش نمشي لكوجيناتنا بحدا الشيف خليل ونشوف فطورنا اكيد راه حضر. دونك فطورنا حاضر. يعطيك الصحة شيف خليل، تبارك الله، نشموا في الريحة واحنا غادي بين الملح والحلو. خذ تينا ما عادش نفرس في الروايح، نعملوا امتي ريكاب. باهي نعاودوا توا من الاول. عندنا في لونتري عندنا بروسكيتا. بروسكيتا اللي هي تتمثل من الجرجير والعظم وفلفل بر العبيد والزيتون، بيان سور الجبنه ترتيني. وي عندنا في السويت من بعد طاجين مرقاس، بيان سور اللي حكينا عليه قبيليك باللحم مفروم اللي نفوحوه كيما البنادق نتاعنا. وفي الديسير عندنا كريب شوكولا بانان. تري بيان بيان سور. طيب يعطيك الصحة. انتم كان ما خلطوش على غوسيت تلقاهم موجودين كلهم على صفحة كافي كريم عفيف الغربي على الفيسبوك. نشكر برشا برشا كويزين شريف أرت بوا. ميرسي زيدا مون بلون الغران إلكترو ميناجي. برقيوي ريدو ذا أوريجينال مدام زينب البرقيوي. سوكودال تن البحور بيان سور. طماطم الوطن القبلي والهريسة الساحلية. نشكروا برشا برشا زيدا يسير على التعامل معنا. شركة أوسكار ديستريبيوشن، راسل هوبس، وسوسيتي مغرب ديكو. ما بقى لي كان باش نشكر خمسة بيوتي سنتر اللي موجودة في حديقة كارتاج. ونعطيكم موعد في حلقة غدوة كما العادة من كافي كريم على كارتاج بلس.